ايه رايك في الحصان ده؟ تفهم في الخيل؟ والله يا باشا يعني انا بفهم على قدي. بص كده على الحصان ده وقولي رايك فيه. الحصان حلو يا باشا وبيتنطط. بيتنطط ده اخر يوم ليه في التنطيط. ليه كده بس يا باشا؟ خذلني، اشتريته واهتميت بيه كان مالك السباقات، بس في اخر سباق خسرني وخسر ناس كتير تبعي، عشان كده قررت اموته. انت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي يعني انك تديله فرصه، خصوصا يعني زي ما سعادتك بتقول انه كسبك سباقات قبل كده. يعني شايف كده؟ والله يا باشا الموضوع يرجع لك، ده رايي مش اكتر. حصان زي ده يا باشا اكيد تمنه يعني مش شيء الفلاني. انا اللي خسرني ملوش تمن. قول لي انت تعرف الشيمي منين؟ الشيمي؟ الشيمي ده يا باشا في واحد صاحبي شغال عنده في البازار. صاحبك؟ اه يوسف. اه عشان كده رحت تدافع عنه؟ ها مش دفاع يا باشا، هي مجامله مش اكتر. مجامله؟ بقى انا ابعت ناس عشان يخلصوا لي شغل وانت تروح تضربهم عشان تخسرني؟ ما تبع سعادتك والله العظيم ما اعرف، هو انا مجنون يعني اعمل حاجه زي كده؟ او اللي حصل يا ديب يا باشا انا اسف، انا ما اعرفش، انا ما كنتش خدت خطوه واحده لو اعرف حاجه زي كده. انا كنت فاكرهم شويه عيال بلطجيه رايحين يعملوا نمر على الراجل، هو انا مجنون يعني ابوظ شغل سعادتك؟ مجنون؟ مصدقك، بس على فكره عايزك تبعد عن الشيمي ده خالص خالص، انا مش هسمع لحد بعد كده يخسرني. يا باشا انسى موضوع الشيمي ده خالص، احنا ما جبناش سيرته، انساها يا باشا. سام شو هديبه؟ الحصان ده خسرني وانا خلاص، اللي خسرني ملوش لازمه، موته. ها ازيك يا ديب؟ ايه الاخبار؟ يعني مش قوي. شكلك مش مظبط، في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مفيش، شويه مشاكل في الشغل بس عادي عادي. المهم انت دنيتك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام، هبتدي شغل في الجورنال من بكره ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. بس دايلي والنبي لحسن نزلوني تحيات من اولها كده. ان شاء الله تتبسطي فيها باذن الله. مش مهم انبسط، مهم الاقي نفسي، الاقي الوسيله اللي عارف احقق بيها طموحي. وعلى فكره طموحي ده ملوش اي دعوه بالفلوس. بسيتي فيه بالراحه علينا شويه، حد جاب سيره الفلوس دلوقتي؟ لا اصل في ناس اول ما يسمعوا كلمه طموح دي على طول دماغهم تروح في الفلوس، مش انا خالص. عارف مش انت خالص، بس عندك حق، ناس كتير دلوقتي الطموح عندها بيساوي الفلوس. طب وانت الطموح عندك انت بيساوي ايه؟ اكيد الفلوس برضه، بس صدقيني في حاجة تانية غير الفلوس. ايه؟ حلم السفر. أمينة أنا عايز أسافر. تسافر؟ اسافر. تسافر ليه؟ فين؟ يعني هو انت مش مبسوط في شغلك ولا ايه؟ مبسوط؟ مين قال لك اني مبسوط؟ معرفش يعني كنت بحس كده لما بشوفك هناك، بحس انك مبسوط. هي دي الشطارة،
هي ريتش طبعا لازم كل اللي حواليكي يحسوا انك مبسوطة. أمينة شغلانتي دي يتمناها أي حد، لكن لو اشتغل فيها هيتمنى حاجة واحدة بس، إنه يبعد عنها. إزاي؟ عشان ببساطة المفروض أشيل وش الحقيقي قبل ما أخش المكان، أطلع من جيبي كام وش وألبسهم في وشي واحد ورا التاني. وش بيضحك لفلان يقول له اتفضل ساعتك نورتنا يا باشا، وش تاني بيتعكنن، وش غول ياكل اي حد قدامه لو حد فكر يعكنن حد من الزباين اللي جايين يلبسته، وش تالت وش رابع وش بيغمض عشان الباشا بيستعبط المفروض ما يعملش الحاجات دي هنا، بس انا بسكت طبعا وكاني مش شايف اي حاجه. عارفه ليه؟ عشان شيكو عالي ما ينفعش نزعله. وش 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 شغلانه كلها وش وش. انا خلاص يا مين زهقت من كل الوش وش دي، زهقت. هي دي بقى اول مره اعرف ان هو ده احساسك ناحيه شغلك. انت دايما فاكرك مبسوط بجد. انا قلت لك قبل كده هي دي الشطاره، لازم كل اللي حواليك يحسوا انك مبسوطة، عشان لو ما حسوش بحاجة زي كده هيجيب واحد تاني ياخد مكاني. لازم ابقى مبسوط. يعني ارجع طالعين امك النهارده ليه؟ طبعا يا عم ديب والنعمة انا مالية فيه، انا كنت باجر المكن وقاعد تاخد المكن وتعيش. هو انت مش من عيلة الشوالي وجوز اختك محمد خليفة؟ ايوه. وقول لي ايوه يا رايق، وانت قاعد ابوك ما علمكش المرجاله يالا ولا ايه؟ ليه كده يا عم دياب؟ يلا نصة اخلص وروح. ليه يا ريت؟ صبر نص، صبر براحتك، بس بعد ما تخلص انده لاختك. ماشي، ده انا حزين لامك في الفيديو ده. ليه كده طيب؟ ايه مال يالا؟ يا ايسن باشا صباح الفل. لا يا باشا ناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان، بس اللي قدرت تلمها يعني. باشا انت وعدتني والنبي بتصغرني مع العيال. ماشي يا باشا صباحك زي الفل، نهارك قشطه. سلام يا باشا، اتفضل. امين في حاجه ولا ايه؟ لا دي بكل تمام. بقول لك يا كبير، في واحد اسمه الاسمر عايزك بره، ادخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا. خليه يخش. هنيا تعالى. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام، هات كرسي يا نحله. هنيا يا كبير. ازيك يا اسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجاله اللي حصل تخشوا المنطقه وتخطفوا الواد من وسط اهله وما تعمليليش حساب؟ العيل الاهبل بتاعك ده ثبت حريمته خصنا بالليل. وربنا منع يا عم الاصمه، ده الواد بيستو وهيما هم اللي اجروا مني المكن. بس ياض، وبعدين يا صاحبي؟ ما فيهاش بعدين يا اصمر، الحاجه ترجع وبعدين نتكلم. بعدين احنا لينا حق عند الواد ده يتأدب باللي عمله. حق ايه؟ ده اللي يخش دي بيخصني يا عم الرايق. ماشي. ايوه يا احمد، الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من على المكسامير بتاع الدهب، مرضيش ياخدها منه. اه بيقولوا ان هو دهب مضروب. انا عايزك كده توصل تشوف لي قران الحاجه دي، واذا لقيتها تمام تقبض عليه. سلام يا ماشي يا حبيبنا. ماشي. ثانية واحدة تحط في شنطتها حبوب منع الحمل. امال هتشيل ايه؟ مكنة حلاقة؟ مش عايزة تخلف يا سيدي، سيبها براحتها. متطلقة بقى لها كذا سنة. متطلقة؟ ده موضوع مختلف، ما دام متطلقة يبقى ده موضوع كبير جدا. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا عم ياسين، اتفضل. في ايه؟ ماله ده؟ وشك مزمر ليه؟ الواد هيثم بتاع الاسم بيعمل عليا دكر. ايه اللي حصل؟ حجز العيال وهيعرضهم على النيابة. يا ابن الكلب، طب والاتفاق؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ده انا هتربقى فوق دماغه. ميمي، ما ينفعش فتح الصدر ديت، لازم نفكر. يا جدعان، نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه، عايزينه يسكت؟ بس بقول لك يا ميمي، احنا برضه مش هينفع نقعد مع الحكومة، احنا اللي هنزهق مش هم. بس يا جماعة، بصلعة وهرجع على طول، روق يا ميمي، كله هيبقى تمام إن شاء الله. وما ينفعش كده يا جدعان. لو كان جه خد العيال بنفسه كنا قلنا امين، انما اسلم العيال ويعلم عليا ده انا احش رقبته فيها. ولما تحش رقبته ويحش رقبتك اخرتها ايه؟ بركه الدم هتدفع ومحدش هيعرف يسدها، وشباب زي الورد هتروح وتندفن في التراب. تعالى يا رايق، تعالى يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضه في الصح. اهدى يا مين،
وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. هات شاي نحله. انا يا عم سيدي. وهات لنا واحد بحليب. انا يا. السلام عليكم. يا دي يا ابني الذين انت ايه الاخره؟ ازيك يا عمنا؟ حبيبي تعال. عن اذنك عم ياسين. نحله هات لي الشيشه. هتشرب ايه؟ يا عم ياسين. المشكله ان انا جيت له في العيد لما غفلني ومديني على وشي. كل مشكله وليها حلها يا ريان. ودي حلها ايه؟ يعني نشوف محامي شاطر يخرجها. محامي؟ ده انا كده لبستها رسمي. انا البس طرح احسن يا عم ياسين. اهدى يا رايق، المساله ما تجيش قفش يا ابني. مش عشان نحل ثلاثه نحبس 20. الله. اتاخرت ليه؟ على ما لميت الغله يا كبير. جبت المصلحه؟ انت تامرني. عد بقى كده وسمعني طرحتهم وطمني على الامانه. نحله! انا يا زعيم. هات الامانه. اعتبره حصل. تمام. مساء الفل يا سن. يا عم النظافة والجمال ده، هو في كده في الدنيا؟ أما لو شفت قشطة هولندا هتعمل إيه؟ قشطة. يا شيمي بيه، إحنا وصلنا وكله تمام، بس مستنيين الجدع اللي اسمه زياد ده. لا، يلعب مع مين؟ ما ينفعش. ماشي يا باشا، لو في جديد أنا هطمنك. يا دي انت بتحكي كلبك ونديب في بلاد الثلج. ايه يا جدعان؟ احنا مش جايين رحله، احنا جايين نشتغل. ايه يا عم انت مسيبنا العين؟ جريش ايه؟ انت محسسني ان انت عايش بره طول عمرك، في ايه؟ ما تفكها شويه وتشايص يا عم. في راجل المفروض مستنينا ما جاش لغايه دلوقتي. يجي بقى ولا ما جيش على الفلوس؟ انت ليه خلاص فصلان؟ بقول لك يا شيخ ما تقلقش، حمار اللي احنا مكلفينه عندنا مأكد عليه قبل ما يجي، يعني لو قال لي معانا هنعمل مع الصح. لا فالح، ما احنا لو اتعامل معانا غلط هنا مش هنلحق نعمل الصح مع حد. باسورد بليز. يور اي دي بليز. لا فاتحين ما شاء الله، الحمد لله على السلامة يا شباب. محسوبكم زياد البصيبس. بصيبس؟ بصيبس اه. ليه يا عم بصيبس؟ أنت تعلم عليك عندنا، جاي تعلم علينا هنا ولا إيه؟ لا بس حبيت أنا فيك جو التوتر شوية شباب. طيب يا سيدي، ميمي، يوسف، ديبو. أهلين، أهلين وسهلين، شرفتوا ونورت تسلمين يا عم. دي مواعيد يا عم زياد؟ يلا بسيطة عشان الأزمة، تفضلوا أروح أتغدى وبعدين أخذكم على الشقة يرتاحوا، يلا. قالك بصيبس. طيب. اهلا، صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا شيمو يا حبيبتي. موحة موجودة؟ لا، موحة نزلت تجيب كارت شحن. طب لما ترجع قول لها اني كنت عايزاها وانا هعدي عليها وانا راجعة. لا استني استني، ده انا عايزاكي، عايزاكي في حاجة كده بسيطة. يلا خشي. ايه الخير؟ قولي. طيب تعالي بس، انا مش عاوزة حد يسمعنا. خشي. ليه؟ هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجة، بس برضو يعني مش عاوزة حد يسمعنا. عودي عودي، ده انت وحشاني حبيبتي. انت بقيتي زي القمر يا شيمو والله، اتدورتي وتلفتي كده وبقيتي عروسه حلوه. انا كنت عاوزه اسالك سؤال يعني كده، بس تجاوبيني عليه بصراحه. هو انا بنسى زي هما ما بيقولوا لي ولا هما بيتمسخروا عليا؟ عادي يا خالتي، كلنا بننسى، الدنيا تلاهي. يا بنت ما تزوقيش الكلام، اخبطها لي كده خبط بلزق في وشي على طول. اه الصراحه اه هم قالوا لي، بس انا ما صدقتهمش. بس بما انك يعني نرزق قد الدنيا كده يعني، ودايسه مع العيانين وفي المستشفيات يعني، قولي لي الحكايه دي اصلها ايه؟ طب ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، وفاكره كل حاجه ومستشفيات. اه ما انا بفتكر كل حاجه، بس هم اللي بيقعدوا يقولوا لي لا قلت الكلام ده هنا قبل كده وعملت الحكايه دي قبل كده، انا مش فاهمه. انا قولي لي الحكاية دي يعني ليها حل؟ مش عارفة يا خالتي، أنا برضو مش دكتورة. يعني الحكاية دي هتفضل لازقة فيا كده ومش هتسيبني ولا هتسيبني؟ يعني هو على حسب، بس على فكرة دي نعمة. نعمة؟ اه طبعا نعمة. تخيلي كده انت لو فاكرة كل حاجة من يوم ما اتولدتي، دماغك مش هتستحمل. هيا شيمو أنا خايفة يا بنتي، خايفة أصحى في يوم تلاقيني نفسي نفسي ناسية موحة، ناسية ميمي، ناسية سونا، ناسية الدنيا كلها.
لا يا خالتي ما تقوليش كده، انت كويسه على فكره، انا كمان بنسى. اه والله. طب اساليني كده انا اكلت ايه النهارده والنعمه ما فاكره. النبي قلت كمان بتنسي زينا كده. طب اقول لك ايه يا شيمو، طب تكتبي لي كده حاجه على روشتة يعني اخدها، ولا تسالي الدكاتره اللي عندك في المستشفى يكتبوا لي حاجه كده تصحصحني وتلعلعني وتخليني مركزه وحلوه. ماشي هكتب لك حاجه. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. تشربي قهوه؟ لا انا همشي عشان متاخر. عملت لي ايه في موضوع الارض اللي اديتك معلومات عنها؟ وصلت فيه لفين؟ انا فعلا اتاخرت عليك المره دي. مش مشكله، بس يا ريت ما تنساهوش. اكيد. قولي يا جنرال، انت سافرت طبعا قبل كده؟ ها مرتين ثلاثه. اتحركت هناك بسهوله ولا تهت؟ والله اللي بيسأل ما بيتوبش. أصل في ناس هناك تايهين مش عارفين يتحركوا إزاي، عايزين خرائط ترشدهم، والخرائط دي مش موجودة غير في مكان واحد، المجمع العلمي. أعتقد ده أنسب وقت عشان تجيبها لي. امسك عشان ما تقولش عليه انه لات الزور. ودي هشربها ازاي؟ صرف نفسك. امال انت ما سافرتش معاهم ليه؟ بس بخاف من الطيارات. ما تعرفش هم وصلوا ولا لسه؟ مالكش فيه. على النعمة انت البرنس اللي فيهم، أجدع واحد فيهم وهتفهمني. أيوه اقعد ارغي بقى. أنت عارف الحوار ده كله؟ لا أنا ولا أنت لينا فيه. أنا يا دوب كان ليا مصلحة صغيرة كده وكنت هقضيها يعني، كان هيحصل لوحدي. ماشي. بس فجأة وسعت وبهوقت والعيال لغواصت فيها وعكت وبقت عك العك، بس هي هتخلص. إن شاء الله هتخلص. النهارده بكره هتخلص. بس على ما تخلص يعني مصالحي ومشاغلي متعطلين كلهم، والعداد عمال يعد فلوس 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 فلوس. قلت ايه؟ في ايه؟ تاخد كم وتخلع وتعيش ملك وتبعد عن العالم دي؟ يعني اطلع عايل وابيعه؟ ده شغل، والشغل للرجاله. بس هتقعد تفاصل وتناقل معايا فبناقص. لا والله. قول بس أمر. تاخد 100,000. يا غالي والطلب رخيص يكونوا عندك. وأدي لك وصل استلامه كمان. وصل إيه؟ بس أنا واد حقاني، بحب الشغل النضيف. تديني الفلوس أدي لك الوصل، وأدي اليوم ده أهي. حلوة؟ باينة ولا أديها لك تاني يا حبي؟ يا راجل يا ست. إيه يا حب؟ أيوه حلو كده. اشرب بقى. لا قول لي يا عم زياد، انت بالك قد ايه هنا؟ يعني 12 سنه، بلف كل اوروبا وحسب الشغل. اه وبتشتغل ايه بقى؟ يعني تجاره بني ادمين، مخدرات، سلاح، بس السلاح اغلى شيء. بني ادمين يعني زي الواد بتاعنا كده ولا ايه؟ زي الواد بتاعنا، وكمان هجره مراكب، بيع، من كله. طب اخبار السلاح بتاعنا احنا ايه بقى؟ مش عارف، خلينا ناكل كله بصير تمام. سيبك من موضوع الاكل ده خالص، تعرف مكان الواد فين؟ والله بكون بكذب عليك اذا بعرف مكانه، لانه كل الشغل هون بس عن طريق سوي وسيط. وسيط؟ جديدة حكاية وسيط دي. حبيبي أي شغل لسعيد أو دهشوري في هالبلد هاي ما بتم إلا عن طريق وسيط.
بس انا بدي افهم ليش الدهشوري قلب مره واحد على سعيد وصاب يصابوا بابنه. ده بقى مالكش فيها دنيا، انت تقفش مصلحتك واحنا نقفش مصلحتنا وكل واحد يطير لحاله. ايوه مرحبا. ايوه مرحبا. يا رجاله ايه النظام؟ والله انا مش مطمن لحكايه وسيط. هي كل شغلانه ليها ظروف يا رجاله، بس فعلا ما يطمنش. اتفضلي عنك انت يا ماما. تسلم ايدي. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. قولي لي بقى بجد، هو يوسف لما جالكم طلب ايدك من مامتك فعلا؟ طلب ايدي رسمي. خلاص يا ماما. بس ده ما كانش قايل لي. ولا كان قايل لي انا كمان. انا اتخضيت دخلت العماره لقيته نازل قاعد يتاسف لي ويعتذر لي، ده بس ايدي قدام الجيران. يوسف وقال لي ان هو خلاص قابل مامتي وان احنا ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده، وقال لي احنا ملناش غير بعض يا ناطر. يا رب يا بنتي. بس انت كنت قايله لي ان انتوا متجوزين عرفي. ايوه بس المره دي رسمي حاجه تانية خالص. طب امال فين بطنك يا حبيبتي؟ بطني اهي. انت مش قلتي لي قبل كده ان انت في الشهر الثالث؟ دلوقتي بقيتي في الكام بقى؟ انا في اواخر الثالث، بس انا زي ماما بالظبط ما بيبانش علينا غير في الاخر خالص. هي كانت كده برضه وهي حامل فيا. ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. بس انا خايفه يا ماما على الفرح وانا لابسه الفستان تكون بطني كبرت. تفتكري الناس هتاخد بالها؟ يوجتك ايه يا نادين، عروسه وبطنها قدامها. عشان كده لازم نتجوز بقى بسرعه. انا فرحانه قوي يا ماما. ربنا يتمم فرحتكم على خير يا حبيبتي. يا رب. طيب شوفي دي بقى وقولي لي ايه رايك. الله، ايه الشاي الحلو ده لمين؟ عشانك انت طبعا يا ماما. هو انا عندي اعز منك؟ يا حبيبتي تسلم ما جايبك وتسلم ايدك. معقوله يا نادين كل مره تجيلي كده تجيبي لي معاكي حاجه؟ مفيش اي حاجه كتير عليكي، يلا حطيه قولي لي ايه رايك. الله شكله حلو. وريني كده. الله يا حبيبتي تسلم ايدك يجنن. مبروك عليك. حرمش منك يا قلبي. سي تعالى يا بابي اقعد. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله يا بابي احسن. يوسف كلمك؟ ايوه اتصل. في حاجه يا بابي؟ لا مفيش حاجه. بابي بليز ما تخبيش عليا، شكلك بيقول انه في حاجه. يوسف شكك ان سعيد يكون خد خبر بسفره. سعيد عارف؟ هو شكك، لسه مش متأكد. يبقى مفيش غيرها داليا يا بابي. داليا ايه اللي قالت له؟ داليا؟ ايوه يا بابي داليا. فاكر لما قلت لك ان رامي شاف نمرتها على تليفون سعيد؟ واللي حصل ليوسف بعد ما جه قال لك على طلبه منه سعيد؟ مفيش حد غيرها هيطلع اسرارنا يا بابي. هي بنت حلال مصفي كنت لسه طالعالك. بس انا عندي تمرين في المستشفى دلوقتي ومتاخره. اما انا مش هعطلك سؤال على المشي كده. خير في ايه؟ هو ديبو ما قالكيش اذا كان ناوي يرجع من السفر ولا لا؟ بس والنبي لو كنت بتعزيني قولي. ايه يا بنتي جبت حكايه مش هيرجع دي منين؟ لا طبعا. ما هو قالليش اصلا انه كان مسافر، ويعني وانا خلاني عرفت من بره. اكيد كان هيقول لك هيخبي عليكي ليه؟ طب مين البت اللي عدت عليه دي؟ بت مين؟ يا شمان يا اخرى هو محرج عليكي تقولي لي ولا ايه؟ والمصحف ما اعرف حاجه. يا جيجي انا عندي تمرين ومتاخره، خلي الكلام اللي بعدين، هنتكلم بعدين. سلام. لا يخسى عليك يا بنتي. ده انا زي اخوك يا حمار. طب اقول لك ايه، اكلمك تاني عشان توصل لحضور. واد ياسين خير؟ ام ديبو مال وشك قلب كده واحنا داخلين عليك؟ معلش يا ام ديبو هبقى استعدله عند السمكاري. بينكت ابن الظريف اصله امه كانت ظريفه زور. كلم اخوك الرايق يا والد. طب اتكلمي انت، انا مالي؟ ما الحال عدوينك يا والد. الله، اخوك ده ولا مش اخوك؟ وانتوا ما كلمتوش ليه من فوق بدل نزلتكم هنا؟ النمره ما بتجمعش يا اخويا، وتليفونك انت بقى اللي في الشفا. ايوه تليفونك في الشفا، انما احنا تليفوناتنا مقشفه. شفا وما شفا، ما تغنيها يا عمتي. حاضر ماشي، ولا هو استخسار وخلاص. ما هي بترن اهي. ايوه يا عم الرايق. يا عم هما اللي خلوني اتصل. امسكي. ايوه يا رايق، اديني الديبو بسرعه. ديبو ابني حبيبي، حمد لله على سلامتكم. طمني عليك يا حبيبي. عايزه اقول لك بسرعه كده، ما تنساش العبايات والاشربات اللي قلت لك عليهم علشان الوليه ام كوثر وسلفتها، وهديك فلوسها بالمكسب. هو ايه اللي نفد رصيدكم؟ نفد يا نهار خراب على الصبح. في ايه؟ ده انا لسه شاحن ب 100 بلبل. جرايه سيكا. في ايه؟ حقك عليا يا اخويا. هو ايه اللي حقك عليا يا وليه؟ الله، ايه يا واد؟ اخوك ده ولا مش اخوك؟
اصل الواد ده براوي زي امه والله. يلا يلا قومي يلا بينا. يلا يا اختي قربت شكلك. سلموا لي على ام كوثر. حاضر يا خوي. وسلفيت يا عمتي. حاضر يا عناي. والله مش بطال يا امينه تحقيق الانابيب ده مشتمل على كل العناصر، في الخبر والمعلومه والموضوع. انا كمان رحت المستودعات وقابلت المسؤولين هناك وقالوا لي انها مليانه، لكن المنافذ ما بتطلبش منهم، ده غير طبعا السرقه اللي تمت في الاحداث اللي فاتت. هما في رايهم ان الازمه دي مقصوده، بس لصالح مين هما مش عارفين. هو مين وليه؟ هو مين وليه وبيعمل كده ليه؟ هو كذا حد عاوز المواطن المصري يفضل زهقان وطهقان وقرفان، مهموم ومشغول، لا حاسس لا بامن ولا بامان. شكل كلام حضرتك بيلمح لموضوع التحقيق الجاي؟ التحقيق اللي بعد اللي جاي. انا عاوزك اليومين دول تهتمي لي بموضوع الانتخابات. حاضر يا فندم. امينه انت خريجه سنه كام؟ انا خريجه السنه اللي فاتت، انا فريش جرادويت. ولسه ما اشتغلتيش؟ لا معايا ده بس فتره التدريب في الجامعه و بعض الكورسات في مصر وانا معايا شهادات اذا حضرتك عايز تشوفها. لا 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 لا, لا 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 انا ما يهمنيش ده كله، انا بيجيني ناس معاهم رسائل دكتوراه ما بيعرفش يكتب حتى خبر ولا يصيغ منشد. انا اللي يهمني انت كاتبه ايه. لو عامل البوفيه اللي بره جاب لي موضوع وعجبني هنشره له. فاهمه ده معناه ايه؟ فاهمه يا فندم. انا هنزلك التحقيقات. وهو ده اللي انا نفسي فيه يا استاذ ابو بكر. كلكم بتقولوا كده في الاول وبعد كده بتبقوا عايزين تروحوا قسم التحقيقات الفنيه. انا غير. ماشي يا لسه غير. جهزي لي افكار وتحقيقات واعرضيها عليا. المهم انها تكون مميزه مش زي زي غيرك. حاضر يا فندم. في ايه يا بت يا جيجي؟ بقالك ساعه يا اختي واقفه مبلمه. انت طالعه يا اختي تنفكي بالكلام ولا طالعه تبلمي في وشي؟ في ايه؟ انا مش مستريح. من ايه؟ انت واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه يا بت؟ يعني لو هما رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيكا، سيكا قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بت يا جيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقان. ديبو عمال يبعد. كل ما اجي افتحه في موضوع الجواز الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. كل ما احس ان الدنيا ابتدت تتحكي وامورنا ابتدت تتظبط الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي. ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقه ليه يا بنت؟ مش انت بعضمة لسانك قلت لي انه جالك المحل وقال لك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه هصدق ديبو امتى؟ لما يبطل يوعدني باي حاجه. يا زياد هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. وايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي راح يتصل عشان مصلحته بدي ياخدها، المصاري كمان مو لمصلحته، ده الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب. مش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتامن احسن من كده. ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير قلبتكم اياه واكثر كمان. يلا يلا روح على الشقه، توكلوا على الله. يلا احيانا بحب اعمل لقاءات بتاعتي في الخلا، في الطبيعه الجميله دي. شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه الجديد مع الشيخ خلفان. ده راجل كويس وبيختار شركائه بعناية. ميرسي يا جنرال. ثانيا أفكرك بحاجة يمكن تكون نسيتها. عمولتي في الأرض اللي أنت ما اشتريتهاش. يا ريت تحولها لي بكرة الصبح كتير أوي. أيوة بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش. يبقى أنا عارف إنك ما اشتريتهاش بس دي مش مسؤوليتي. أنا اديتك معلومة بتمنها. أنت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتك أنت. ايوه بس كان ممكن اي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. ايوه بس انت طلبتها مني عوني وانا اخترتك انت واديتها لك. بس للاسف يعني ما عادتش لازمان. ما عادتش لازمان. كان عندنا بغلي في العزبه هنا حاجه، كان بغلي كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه، وانا الحقيقه كنت معجب بيه.
حبيت ارقيه، قلت اجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل ها اعترف بان انا عملت فيه فضل؟ يعني ابدا، اتمرد عليا، وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. تبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. الحمير خافت زيك كده بالظبط. على فكره يا سن، عوني نجح في الانتخابات، قصدي نجح في الاختبار، عمره ما هيبقى بخل، هيفضل طول عمره حمار. ايه الكلام ده؟